السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة بس عايز استفسر عن نقطة بسيطة. الناس دي قبل شوية ذكرت كلمة داعش بحكم انها بتشوه الصورة بتاعت الإسلام. فأنا كزول مسلم عايز أعرف كيف داعش شوهت الصورة بتاعت الإسلام. فالناس ذكرت الكلام ده قبل شوية، حتى الشيخ وحتى المتحدث قبل شوية ذكر الكلمة دي تحديدا ذاتها. فعشان الناس ما تحكم يعني بطريقة غير صحيحة. يعني السؤال ظاهريا غاب يده يعني الإجابة عليه سهلة، لكن بس نشوف الإجابة. طيب أنا داعش يا محمد يجاوب. داعش أخواننا فكر امتداد لفكر الخوارج. خوارج قاموا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوا عثمان، وبعد ذلك أحدثوا فتن، والدم اللي أثاروه في الأمة ما انتهى حتى اليوم. داعش تبنت الإسلام كصورة عامة وشعارات للإسلام، وشوهت صورة الإسلام أولا نمرة واحد بأن الجهاد اللي بيقوموا به ما هو الجهاد الشرعي اللي تكلم عنه القرآن والسنة. جهاد عبارة عن فتن، كون زول يمشي يعمل له تفجير في دولة مسلمة أو حتى في دولة كافرة، خلي بالك معي، حتى في دولة كافرة ليس من الجهاد إطلاقا أنه أنت تمشي تفجر أبرياء حتى ولو كفار، تمشي تقتلهم أو تفجرهم في بلادهم أو داخل بلاد المسلمين إن كانوا حتى كفار. داخل بلاد المسلمين كانوا مستأمنين ولا داخلين عندهم عهد مع المسلمين، أو هم من أهل الذمة، اليهود والنصارى القاعدين داخل الدولة الإسلامية من أهل الذمة، ما بيجوز قتلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، ما بيشم ريحة الجنة. ليه؟ لأنه ده كله اسمه إفساد، ما هو جهاد. امشي يقتلوا أبرياء في دول إسلامية أو حتى كفار، الكفار لا يقاتلوا بهذه الطريقة يا شباب. ما هو الجهاد في الإسلام كون أنا ألبس لي حزام ناسف وأمشي بريطانيا ولا أمريكا ولا فرنسا وأمشي أفجر ناس وأقول خلاص أنا جهدت في سبيل الله، ده ما جهاد. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، قال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ده الجهاد كده، جيش مسلم وجيش كافر وينزل بساحتهم. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، الدعوة للإسلام قبل تمشي تقتل الناس. ما الجهاد تمشي تقتل الناس، الغاية الغاية من الجهاد مش القتل تقتل الناس، إنما الغاية إعلاء راية الإسلام وبتعلى بالدعوة في الأول، تدعوهم للإسلام. ما أجابوك أنت بعد ذلك بتحاربهم حرب ليس فيها خيانة، حتى الحرب في الإسلام ما فيها خيانة، بتحارب حرب إسلامية شرعية. أما اللي بيعملوا الآن ناس داعش ده نمرة واحد ما هو جهاد. اثنين، الدول التي أقاموها دول فاشلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي قال كلما خرج قرن قطع. هم بيمرقوا حبة وبيكسرون منته. الآن شوف فعايلهم، هل ده الإسلام؟ يلموا الناس بالقوة، تخش الجامع وتقرأ حلقة التلاوة بالقوة بالصوت، أن مر الحائض بدخلوه، ده الإسلام؟ ده الدين الإسلامي كده؟ تصلي بالقوة بالدق، ده الإسلام كده؟ الإسلام تدعو الناس للصلاة، تعلمهم الصلاة، تزجرهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة عن ترك الصلاة، الحاكم له أن يعزر إلى آخره، لكن تبقى فوضى؟ زول ماشي في الشارع، زول زيه وزيك كده ماشي في الشارع، ما صليت ليه؟ يجر لي حديدة ويجيك، يا ده أنت مالك مالي؟ ما من اختصاصاتك دي؟ شوهوا صورة الدين، القتل بصورة بشعة وما معروف الجريمة شنو؟ أنت لو لموا فيك ناس داعش أنت بتعرف تقول لهم شنو؟ أكان قلت مسلم بقتلوك، أكان قلت كافر بقتلوك، أكان قلت إيش بقتلوك؟ ده الإسلام كده؟ وأنت بتحتعد أحسن تقول لهم كافر، لو قلت كافر بقول لك نطهرك بس كده وتسلم. أكان كنت مسلم بقتلوك، هل ده الإسلام؟ إيه هي داعش أصلا لما خرجت من الأول هي من أفكار منتسبة للإسلام، لكن الآن بيدعموا فيها كدعم وتأييد ومناصرة من الكفار أنفسهم. ليه؟ عشان يجي يقولوا للعالم ده الإسلام، يهودا دارين الإسلام، العالم يقول ما دارين الإسلام، هم بيدعموا في الفكرة للهدف ده.
عشان يشوهوا صورة الدين. على أي حال دي الأفكار بتاع داعش اللي شوهت بها صورة الإسلام وشغل بتاع خيانة وغدر إلى آخره. فدي ده الفهم بتاعه. في سؤال تاني؟ للأسف الشديد يا جماعة التغليف الإعلامي هو اللي بيؤدي للكلام اللي قاله مولانا شق قبل شوية. فمزالت كونه إنه داعش المزلة بتاعت الجهاد بتاعها أو طريقة جهادها أو التعامل اللي بيتعامل به مع الناس ده التغليف الإعلامي الحاصل. فنحن الخطأ اللي بنرتكبه اللي بنقع فيه هو نفس الخطأ اللي وقع فيه سيدنا داود فتن ربنا سبحانه وتعالى لما حكم في خطب الأخوين اللي عنده 99 نعجة قالوا عنده 99 نعجة وداك عنده نعجة واحدة. الفتنة اللي وقع فيها إنه حكم قبل ما يسمع رأي الطرف الثاني. فنحن هسه حاليا بنسمع كلام الإعلام ونحن عارفين تماما إنه الإعلام بيمثل الجهة المعادية لداعش. في نفس الوقت ما في زول سمع رأي داعش شنو أو غوله شنو في الكلام ده. يعني هل أنا كبني آدم ربنا ميزني بعقل زول بيجي بيقول لي يا أخي الزول ده اللي قال لي زول مسلم اللي قال لي زول مسلم في الشارع قام قال لي أنت مسلم ولا ما مسلم؟ قال لي يا أخي أنا مسلم. قال لي صليت الصبح ولا ما صليته؟ قال لي فوتته قام قطع راسه. أو كمية من الناس بيتعاملوا بطريقة زي دي. فواحد من احتمالين إما الناس كلهم مجانين وارد الناس كلهم مجانين صح؟ طيب هل أنت كربنا اداك عقل هتقدر تقتنع إنه داعش دي كلها مجانين؟ كلها مجانين كده على بكرة طبيعة ما في زول ربنا اداه عقل يحكمه في داعش دي؟ ده واحد. الشيء الاحتمال الثاني الزول اللي قال لي الكلام ده كذاب الناس ما قاعدين يقتلوا ما قاعدين يعملوا في الحاجات دي. فعندهم منابر إعلامية وللأسف الشديد بيتم تحكيرها بطريقة مستمرة ومتكررة دوما اللي هما وكالة أعماق وكالة إجناد. فأنت إذا تابعت الموقعين بتاعهم ده اللي هي بتمثل المنابر الإعلامية لداعش هتجد إنه الكلام ده كله تمام وفند حتى في من ناس داعش أو عفوا في قنوات الجزيرة وفي قنوات العربية وفي قنوات الأرضية بيجيبوا تسجيلات بينسبوها لأبو بكر البغدادي وأساسا هي ما قال أبو بكر البغدادي في الأساس ما حقته تماما. حتى التفجيرات اللي بتحصل في تفجيرات معينة طيب جميل إذا في زول أساء للرسول صلى الله عليه وسلم حكم شنو؟ حكم شنو؟ خدها على جنب أرد لك عليها في وقت تاني. فالمزلة بتاعت التفجيرات بتاعت المساجد وبتاعت الكلام ده كلام ملفق معظمه في تفجيرات بحد عينها وأنا هذكرها بعد شوية بعد ما يجاوب لي على الأسئلة بتاعت دي. فمزلة الخوارج ممكن نطلع منها برأي ثاني. في حديث بيقول الخوارج ديل مولانا الشيخ أحمد طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. كلامي صحيح؟ طيب داعش قتلوا شيعة وفي شيعة ماتوا على يدهم هل طوبى للشيعة؟ وإذا كان طوبى للشيعة يبقى كلام آخر قول كلامك كله ثاني ما بدك فرصه ما تديني فرصه ثاني كله لا ما انا عايز في نقاط عايز ارتكز لك عليها احتمالات تكون مختلف معي في النقاط دي فما زالت انه التفجيرات البرة وجوطه زي دي قد تكون مختلف معي في نقاط معينه طيب خلاص ما انا اديتك فرصه كافيه ورجعتك ثاني افضل ورجعتك ثاني وعديتك فرصة تكلمت المنبر ما حقق براك في ناس تانين دارين فرص أنا أجاوب على كلامك اللي أنت قلته كون داعش قتلوا الشيعة وينطبق عليهم الحديث طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه وأنا ما أدري أنت بتطعن في الحديث ولا بتطعن في فهم الناس للحديث ولا في فهم الناس لداعش طيب بتطعن في فهم الناس لداعش داعش قتلوا عثمان بن عفان ده ما الخوارج تكلم عنهم انت خوارج قتلوا عثمان بن عفان ينطبق عليهم الحديث ولا ما ينطبق قتلوا علي بن ابي طالب ينطبق عليهم ما ينطبق قتلوا طلحه بن عبيد الله ينطبق عليهم الحديث ولا ما ينطبق ما معليش يا انا سكت لك انت ما معليش معليش يا اخي طيب قتلوا الزبير بن العوام رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وهؤلاء من المبشرين بالجنة فينطبق الحديث أما ما بينطبق ليه لأنه أنت ما فهمت كويس في نقطة أنت ما فهمتها كون الخوارج قتلوا الشيعة دي الكذبة هنا دي الكذبة في النقطة دي خوارج لا يقاتلون الشيعة أصلا لا يقاتلون الشيعة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان
رايك شنو برضو في الحديث؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. دي نقطة. طيب نمشي قدام. معلش يا أخونا أنت قعدت ليه كده دارت مليني من تحت ولا شنو؟ أقوم تناك مع الناس زيلك. لا تاني ما بديك، ما ممكن من برضه أكتب لك باسمك ولا شنو؟ معلش يا أخونا عليك الله، أنا زادي درازع من جنبك. ما تعمل لنا جوطة. طيب حكم قال من أساء للرسول صلى الله عليه وسلم داري صلبا لشنو؟ أنا ما فهمته وأنا زادي بخلاه في محل هذا. قال الكلام اللي بيقال عن داعش كذب إعلامي، أو عن الخوارج كذب إعلامي. كذب إعلامي دي من المدافعات اللي بيقولوها ناس داعش عشان يبطلوا بها الصورة اللي ظهرت للناس عنهم. وإلا داعش والخوارج الناس بيعرفوهم قبل ما تجي وسائل الإعلام بتاعتك دي، والأفعال البشعة بتاعتهم الناس بيعرفوها قبل ما تجي الكاميرات والتصوير والتسجيل. وده كله زمان زمان كتب التاريخ اللي بتكتب كتابة من الصادقين والرواة والثقات، داعش أول من فجروا أو انطلقوا في عهد علي بن أبي طالب لاقوا واحد ولد خباب، عبد الله بن خباب بن الأرت ولد الصحابي، قالوا لو حدثنا حديثا سمعته عن أبيك عن رسول الله. قال لهم عبد الله بن خباب، قال ستكون فتنة الساعي فيها خير من الماشي، إلى آخره، إلى أن قال فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أداهم الحديث ده، بدو قتلوه أول حاجة، وبغى ربط زوجته. هذا برضو جابته وسائل الإعلام والغنوات، ده جابته غنوات، شرط بطن مرته وطلعوا الجنين جواها. دي جابت الغنوات برضو. ده أرجع كتب التاريخ، كتب التاريخ أرجع أمشي أقرأ أشوف الحاصل شنو، أرجع تلبيس إبليس لابن الجوزي غيره، كتب قديمة، كلام ده بدري جدا، ده في القرن الأول أو القرن الثاني. كويس. دي الفعائل بتاع داعش. بعد تخيل ديل ذاتهم اللي قتل ولا الصحابي وبغر بطن زوجته، ديل ذاتهم خشوا لهم بستان، بستان يعني حديقة بتاعت واحد من أهل الكتاب، عشان تعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام وشنو ويدعون أهل الأوثان. قال فوقعت ثمرة من البستان، من فوق وقعت ثمرة في الأرض، واحد منهم من الخوارج شال دخلها في خشبه دار يأكلها، الثاني طلع منه قال له ما بجوز لحد ما تستأذن من صاحب البستان الكتاب ده، تستأذن منه قال له حتى تأكل ثمرة ما دار يأكلوها بتاعت كتابي، وفي نفس الوقت يقتل ولا الصحابي. ده الناس داعش الكلام ده الليلة ولا أمس، ده كلام قديم، عشان ما تقول ده تغبيش إعلامي وده حكايات إعلامية. لما دخلوا على عثمان بن عفان بيقرأ في المصحف رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، النبي صلى الله عليه وسلم زوج اثنين من بناته وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان، لو عندي بنت ثالثة بديك ليها. اشترى الجنة مرتين، صاحب الهجرتين، صحابي الجليل اللي هو بيقرأ في القرآن، دخلوا عليه في قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ضربوا في بحديدة في راسه وطعنوا بالسكين، وجاءت زوجته قطع بتدافع عنه، قطعوا يدينا بالسيف وولت مدبرة، واحد نظر لها من خلفها قال ما أعظم عجيزتها بتغزل فيها. ديل اللي شوهنا الإعلام، أنت ولدنا ما قريت، أنت معلش أنت قاعد تحضرني في الفيسبوك والحاجات دي، أقرأ أقرأ الكتب بتاعت التاريخ أقرأ أعرف الحاصل شنو. دي الخباثة بتاع داعش. داعش جابوا الكلام ده كله من وين؟ أنا بس أديك نقطة واحدة، جابوا من وين؟ كويس؟ جابوا من اعتقاد إنه البشر اللافين ديل اللي اسمهم مسلمين ديل هم كفار، تت كلهم كفار، حاكم على محكوم كلهم كفار. والعقيدة دي اللي كرس لها زعيم الأخوان المسلمين سيد قطب، وأخذ من المودود هو اللي وزلوا بالفكر ده وكفروا المسلمين. الكيزان ده اللي فترة في الجامعات دي بيعتبروا إنه أي زول ما معاهم ده شيوعي كافر، وسعيد حوي الزعيم بتاعهم بيقول من لم يكن من جماعة الإخوان المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ما مسلم إلا تكون معاهم. سيد قطب
في آخر صفحة من كتاب العدالة الاجتماعية قال والمسلمون اليوم لا يجاهدون لأن المسلمين اليوم لا يوجدون، لا يوجدون. قال ناس كثيرة بتردد على المآذن لا إله إلا الله، قال ولا وجود للإسلام ولا وجود للمسلمين. التكفير ده اللي خلاهم يرتكبوا العمائل دي كلها، لأنه بيعتبروك إنك أنت حلال الدم، ومرتك حلال عليهم، وأمك حلال، وكله حلال، كله مالك حلال. يا أخي الخطيب البغدادي جاء في تاريخ بغداد، ده ما في اليوتيوب، ها ما خطيب كتاب الخطيب البغدادي ده ما اليوتيوب بس، ولا خشة ولا لاقى مارك بتاع الفيسبوك ذاته ده، بس ما تقول لي لخبطوا لنا وإعلاميا وما عارف. قال طاف خارجيان بالبيت، عشان تعرف الفكرة الخبيث، وانت سايقينك ساي ما فاهم. خارجيان اثنين من الخوارج طايفين بالبيت ده الكعبة، الاثنين طايفين. قال التفت أحدهما على الآخر، التفت على صاحبه قال له جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي ولك، لأنه هم الاثنين ديل بيعتقدوا إنه اللافين طايفين بالكعبة الاثنين ديل إنه المسلمين هم بس الاثنين ديل، تاني مسلم غيرهم ما في. قال له جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لي ولك، قال له معقول عليك الله الجنة دي ربنا قال عرضها السماوات والأرض لينا أنا وإنت برانا كلام ده بيجي ده؟ قال له نعم بس إحنا الاثنين برانا. قال له تركتها لك خليتها لك إنت براك، قال له وفات. قال وترك رأيه، ده أصلا الفكر ده جاي من النقطة دي، فهمت؟ خلاص موضوعك انت مش قعد هناك الحتة دي، هداك مركوبك الأسود داك امشي له. طيب فرصة، لا 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 ما عندي ثاني، لا معلش، لا والله معلش معلش.